لان في 7 اكتوبر وش كان حيصرى؟ نكامش المقاومه انقذت الشرف تاعنا وانقذت عزهم. الناس ما مش عارفين وش كان حيصرى في 7 اكتوبر، ما مش عارفين عليها المقاومه هجمت في 7 اكتوبر. لانه اليوم الذي قرر فيه اليهود النفخه الكبرى للبوق لايذان او لاعطاء الاذن لتهديم المسجد الاقصى وبناء الهيكل. سبحان الله. لانه كان عيد، هذا عيد مهم جدا عندهم، مقدس مقدس. هام الرجاله قول لهم اليوم في هذول، انا في 68 يوم ما شفنا واحد قرد ولا خنزير منهم تقرب من المسجد، تقرب من المسجد الاقصى؟ ولا واحد، ولا واحد. حتى لما قبل ايام حبوا يديروا المسيره، الجيش اللي منحهم، الجيش الاسرائيلي منحهم خوفا، حفاظا عليهم، خوفا، ايوه، خوفا من الامه، خوفا من الصواريخ تاع الرجاله. علاش قلت لك هذه اللغه اللي راها في فلسطين يفهمها الرجال؟